عصير بركات من بحيرة من دمنهور. رأيك في دعوات للتظاهر ودعوات العدام دي؟ دعوات ايه؟ مفيش طبعا حاجة زي ديت، وما ينفعش اصلا ان احنا نلبي حاجات زي دي. مين هو اصلا عشان يدعي للمصريين ان احنا ننزل ونتظاهر؟ نتظاهر على ايه؟ احنا محتاجين امن واستقرار. هما بيعملوا كده لان فعلا الدولة ماشية خطوة للامام، وفي تقدم وفي مشروعات بتحصل، فازاي بقى مصر تتقدم وكل الدول اللي حوالينا فيها خراب؟ فهم عايزين الموضوع مش موضوع رئيس، الموضوع موضوع وطن ودولة، هما مستهدفوا الدولة. انا ضد اي نزول، وطبعا احنا لو هننزل ندعم سيادة الرئيس انه يهتم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المنعم عطية، عضو مجلس إدارة أوبرا دمنهور، عضو مجلس أمناء التربية التعليم المحافظة. حضرتك رأيك في الدعوات اللي بتقال دلوقتي للتظاهر؟ الحقيقة هي القصة مش قصة تظاهر، القضية أكثر وأكبر، يعني أكبر وأعم وأشمل من كده. أنا أتظاهر عشان إيه؟ يعني القيادة السياسية دلوقتي إحنا بنبني بلد من جديد، كفاية اللي حصل بعد 25 يناير، أيًا ما كانت وجهات النظر وأيًا ما كان تغيير النظام السياسي. حاجة إحنا مرينا بيها وشفنا الفترات العصيبة اللي البلد مرت بيها، خصوصًا إن إحنا من الدول النامية. الأمن عندنا قعد فترة كبيرة جدًا عشان نستقر، أحوال البلد كلها كل يوم كانت بتنزل، اقتصادنا اتدهور واتدمر. احنا بدل ما ندور على دعوات تظاهر، طب ما ندور على دعوات الحلول. اعتقد ان في قنوات اعلاميه محترمه جدا ممكن تنقل وجهه نظر الناس كلها. احنا ليه كل حاجه عندنا بنحب ناخدها بالعافيه؟ ليه نتخانق مع بعض عشان ناخد مكتسباتنا؟ ليه نخسر؟ ليه دايما احنا متعودين نهدم عشان نفكر نبني بعد كده؟ ما هو الهدم ده بفلوس والبناء بعد كده بفلوس. انا بدل ما ادور على الكلام ده كله، طب ما انا ادور واكلم القياده السياسيه واكلم كل القنوات الشرعيه في البلد من محافظ ومن كل القيادات. وعندنا نواب دلوقتي، زمان ما كانش عندنا مجلس تشريعي، ودلوقتي كمان هيبقى عندنا مجلس الشورى بعد كده. انا ليه ما اكلمش الناس دي واوصل صوتي لهم من خلال كل المنابر المحترمه بان يكون في جديد في قطاع التعليم وقطاع الصحه؟ محدش ينكر، محدش. اسمع، عبد الرحمن مصطفى كامل. وبرفض الشباب ان هي تنزل اي مظاهرات، وندعم السيسي ومن وراك يا ريس. اتفضل. محمد زويل. دمنهور. راي حضرتك في الدعوات اللي بتتقال، الدعوه للتظاهر طبعا اكبر خطا، والناس المفروض ما تتعاونش مع الكلام ده خالص. ليه؟ البلد مستقرة والدنيا تمام الحمد لله. شايفين أي حاجة تدعي للكلام ده. واللي بيدعي ليه ده إنسان مش كويس أساسا. بلاش. عصام عماد عمار، عضو مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور. طبعا بالنسبة للكلام اللي بنسمعه الأيام دي في البلد، طبعا كل الدولة إحنا مع الاستقرار، مش عايزين أي مشاكل في الدولة. الرئيس يكمل فترته، وبعد الفترة الرئاسية الناس قرار تنتخب الرئيس تاني أو ما تنتخبوش، البلد فيها ديمقراطية. لكن مش عايزين نجرب اللي حصل في يناير والمشاكل الياما اللي قابلت البلد بعد الثوره. فاحنا بنطالب الناس بالهدوء، وان الرئيس يكمل مدته ويستكمل المشاريع اللي وعدنا فيها ببرنامجه الانتخابي، وبعد الفتره الرئاسيه بتاعته يبقى في فتره حساب وتقييم من الناس اللي عايز ينتخبه تاني، اللي مش عايز ينتخبه تاني. الناس ليها مطلق الحريه يعني، باذن الله يبقى في استقرار اكتر يعني. محمد بكر، مواطن محافظه بحيره دمنهور، بشتغل في المقاولات والاعمال الحره. رايك في ايه يا استاذ محمد في الدعوات اللي بتتقال؟ رافض طبعا لاي دعوه بتحس الناس على التظاهر وعلى انقلاب والكلام ده كله. انا طبعا مع اي استقرار يحصل في البلد، ومع ان البلد تمشي، وضد اي حاجه تضر بالناس وبمصالح الناس ومنفعه الناس. فكره الانجازات اللي بتتعمل، هل ده مش ملموسه بالنسبه للناس يعني؟ ملموسه طبعا، ويمكن حتى الناس اللي مش لمساها دلوقتي هتلمسها قدام. يعني الانجازات اللي حصلت دي، ان كان هي مثلا لمسها فئه من الناس او مستوى معين من الناس، بعد كده كل الناس هتلمسها. بس الموضوع محتاج وقت، لان الراجل مستلم البلد في حاله سيئه. فاحنا واحده واحده ومع بعض ان شاء الله رب العالمين كل حاجه هتبقى تمام، والدنيا هتبقى كويسه باذن الله رب العالمين. ابراهيم خير بن نصر عبد الله. ايه رايك؟ عايزين استقرار الدوله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا دوله المشي ماشيه، ومش عايزين مظاهرات، ولا عايزين حقيقه. احنا عايشين في امان وعايشين 100 100 دلوقتي. رايك في الدعوات اللي بتتقال؟ لا، مش عايزين دعوات ولا عايزين حاجه خالص. دلوقتي ايه؟ يعني عايزين يخرب الدوله، عايزين يوقف حال الدوله. ما احنا عايزين استقرار، وعايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي معيشنا في امان، والحمد لله رب العالمين بنروح بيوتنا بالليل، وبنروح زي احسن من الاول و100 100 دلوقتي.